اكو مثل عراقي تقول الكذب المصفط احسن من الصدق المخربط. اليوم راح نحكي بخصوص نصائح مهمة جدا بخصوص قصة او كيس تقديم اللجوء. اتمنى تشوفون الفيديو وتستفيدون منه. خلينا نبدأ. السلام عليكم شباب وبنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم خير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا اسف جدا على الانقطاع، صار لي فتره ما منزل فيديو، كنت كلش مشغول. اليوم قلت لازم انزل فيديو مهم جدا. اليوم راح نحكي بخصوص كيس او قصه تقديم اللجوء. هاي الكيس يراد له اثباتات وادله. اي شخص يجي يقدم على الاقامه في اي دوله اوروبيه لازم يكون عنده سبب، وهاي السبب همين يراد له كيس، يعني يراد له اثباتات وادله وأقوال. فاليوم راح نعطيكم نصائح مهمة جدا. أنا ما راح أقول لك راح تأخذ الإقامة بعد ما تسمع الفيديو، لا، أنا جاي أعطيك نصائح فقط، وإن شاء الله هاي نصائح راح تفيدك من توصل إلى أوروبا وتقدم على الإقامة. أتمنى التوفيق للجميع. قبل ما ندخل التفاصيل، أتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يشترك بالقناة، واللي ما يعرفني أنا اسمي ستيفان من العراق، مقيم في بلجيكا من 2008. صار لي فترة أسوي فيديوهات بخصوص الهجرة القانونية والسفر والسياحة وخصوص المعيشة والحياة على بلجيكا ودول اوروبيه الاخرى، وهم يعني اسعار السيارات واسعار البيوت، ويعني قناه منوعه على ذوق الجميع، وان شاء الله ما اقصر وياكم. فاتمنى اللي يشوف الفيديو يشترك بالقناه، واللي مشترك ويانا يسوي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعم للقناه، وحتى الكل يستفيد. وان شاء الله انا هم ما اقصر وياكم. خلينا ندخل بالتفاصيل حتى ما يكون فيديو طويل. شباب، انت من تجي تقدم على اقامه في اي دوله اوروبيه، مثل ما قلت يراد لك كيس أو قصة تقديم اللجوء. الكيس بها إثباتات، بها أدلة، بها تواريخ، بها أقوال. هاي يسموها كيس، يعني المحقق راح يقول لك شنو السبب اللي خلاك تطلع من بلدك، وانت راح تحكي بها، هو راح يسألك وانت راح تجاوب. مثلا انت شلون طلعت من العراق؟ ليش طلعت من العراق؟ ليش اختارت بلجيكا؟ شنو السبب اللي خلاك تطلع؟ ليش ما طلعت بعد ما يجاك تهديد؟ اول شيء شباب، الكيس مثلا التهديد، مثلا حياتك كان بخطر بالعراق، او انت يعني مضطهد مثلا بسبب ديانتك، بسبب المعتقد، او بسبب مذهبك، او بسبب انه انت تنتمي الى جماعه معينه، يعني مثلا يا جماعه، خلينا نقول سبب حالتك الاجتماعيه، مثلا انت الشخص مثلا يكون مثلا مثلي جنس، يعني اكو اسباب هوايه. فاليوم حبيت انشر هاي الفيديو حتى يكون عندكم فكره واضحه بخصوص الكيس وتقديم اللجوء، حتى من تقدم على الاقامه وتذكر هاي النصائح. ان شاء الله هاي النصائح راح تستفيدون منها. طبعا اكو ناس راح يجيك او يقول لك تعال راح ابيع لك الكيس ب 150 دولار او ب 200 دولار. طبعا شباب، انا انصحكم ما تشترون اي كيس من اي شخص، يعني هو انت من تطلع تقدم على الاقامه في اي بلد اوروبي، انت راح تحكي بقصتك. حتى اذا القصه مو حقيقيه، يعني هواي ناس اخذوا الاقامه بدون يعني قصه حقيقيه، مو شرط يكون قصه بها حقيقه 100%. اكو هواي ناس يعني يبالغون بالموضوع، بس بوقته يعني ب 2015 و16 بوقته من اللي كان يقدم، وبوقته كان يعني سهل، حتى الناس يعني ما كان عندهم اثباتات وادله، حتى اكو ناس يعني مع احتراماتي يعني ما يعرفون شلون يجاوبون المحقق واخذ الاقامه، يعني مو شرط يعني واحد يكون محامي حتى ياخذ الاقامه. طبعا هم نرجع نقول بهواي فيديوهات قلت الحظ هم الا دور حتى تاخذ الاقامه. فيا شباب، انا يعني اتمنى تسمعون هالكلام. شخص من يقول لك تعال راح نعطيك الكيس، انا ما انصحك تشتريها. هسه هو من يبيع لك الكيس راح يبيع غير شخص، شخص ثالث، رابع، خامس. يعني خلينا نقول مثلا الشخص اخذ اقامه بكيس معين، مو يعني شخص ثاني هم راح ياخذ الاقامه بنفس الكيس. السالفة همين بيها حظ، السالفة همين لازم تعرف شلون تجاوب المحقق، شلون تحكي ويا المحقق. مثل ما قلت مو شرط يعني واحد يكون محامي، إذا عندك قصة وصدق حياتك بخطر وأنت مضطهد وعندك إثباتات وأدلة، أنا أعتقد تاخذ الإقامة 99.9 تاخذ الإقامة. الإثباتات شنو هي؟ الإثباتات مثلا إذا عندك صور، إذا عندك فيديوهات، إذا عندك يعني مثلا كتب، او عندك يعني رسائل، هاي كلها راح تفيدك. مساله ثانيه شباب، انت من تجي تقدم
لا تحكي بقصه صاير قبل 5 سنوات او 6 سنوات. يعني مثلا ب 2015 كان سالفه داعش، وبوقتها كان حرب والعراق وسوريا، وبوقتها كان يعني بيها خطوره كلش. هاي السالفه انتهت، احكي بسالفه مثلا سالفه جديده. انت مثلا اجيت ب 2021، احكي بقصه صاير مثلا ببدايه 2021، لا تحكي بقصه صاير قبل 5 سنوات او 6 سنوات، حتى يكون يعني اكو يعني حقيقه بالموضوع، لانه المحقق صار عنده تجربه قويه. هواي ناس بالمئات بالالاف قدموا على الاقامه في اوروبا، فالمحقق هنا في اوروبا يعني هو مو غبي، هو صار عنده فكره، صار عنده مثلا يعني فكره واضحه بخصوص الموضوع. هم من وقت المقابله انا ما جاي يعني اخوفكم، اكو يعني مثلا يجيبون مثلا شلون اقول لك، يعني اشخاص معينين، اشخاص يعرفون حتى يعني اسلوبك، حتى اذا ما تحكي يشوفون يعني يباوعون اسلوبك، اسلوب كلامك، حركاتك. فلازم واحد يكون منتبه جدا. انت من تجاوب على المحقق لازم تجاوب على قد سؤاله. مثلا من يقول لك شنو اسمك، قل له اسمي مثلا احمد، لا تقول له احمد عبد الكريم. هو سألك شنو اسمك، يعني لا تنطي معلومات اكثر من الاسوال اللي يسألك المحقق. نقطة ثانية شباب، لا تحكي بتواريخ هواية. ومن يحكي من يعني هو من يقول لك مثلا بيا تاريخ صار هالشيء، قل له يعني تقريبا، خاصة التوقيت، يعني لا تنطي اشياء مثلا بالضبط. اوكي التاريخ مثلا انطيته، مثلا انت قلت تاريخ 1/1/2021، هو يمكن يرجع بعد يعني بعد كم دقيقة راح يقول لك انت قلت تاريخ 1/2. انت لازم يعني انت لازم تصحح المحقق، انت لازم تقول لا انا قلت 1/1/2021 مو 1/2، لان المحقق مرات يمكن يغلطك او يغشك. فلازم تكون منتبه جدا، ولا تحكي بتواريخ هواية. يعني مثلا اذا بيها 4 5 تواريخ، وهاي التواريخ لازم تحفظها مثل اسمك. لا تجيب مثلا 50 تاريخ، لانه المحقق راح يرجع يقول لك طب هاي التاريخ انت قلت هالشي. فانت لازم تكون كلش حذر وتجاوب المحقق على قد سواله. تواريخ لازم تكون مثلا يعني مثلا 4 5، تجاوب على قد سوال المحقق. ثاني شيء لازم تكون يعني انت من مثلا تحكي قصه، حاول تكون متاثر بالقصه. يعني مثلا صار شيء وياك وحياتك كان بخطر، فاحكي يعني مثلا خلي يكون انت رد فعلك يعني رد فعل قوي جدا. حاله مثلا حاله خاصه صار وياك، يعني حتى مثلا مو مشكله، يعني اذا انت مثلا قمت تبكي بالمقابله، او مثلا قمت يعني صار اكو مثلا نقطه انت ما قدرت تجاوب لانه تذكرت بشيء، فلازم تكون رد فعلك قوي حتى المحقق يقول يعني هاي القصه واقعيه. وحاول اذا عندك اثباتات وادله تضيف للكيس، لانه هاي الكيس مثل ما قلت راح يساعدك اذا بيها ادله واثباتات. طبعا المقابله يطول يمكن 3 ساعات 4 ساعات، يمكن يقول لك تعال يوم ثاني، بس اكثر شيء المقابله يطول 3 ساعات 4 ساعات. انا تقريبا 4 مرات رحت ويا ابن عمي، مرتين رحت ويا ابن عمي، ومرتين رحت ويا ابن خالي، كل مره يطول 3 ساعات. فلك حق تاخذ يعني استراحه، تطلع وبعدين ترجع. وهم من شباب يعني مثلا من يسالك شيء وانت ما تقدر تجاوب، لا تقول مثلا اني مثلا جعت او عطشت. اذا انت ما تقدر تجاوب حاول تشوف يعني شلون اقول لك، يعني جاوب بشكل خاص. مثلا مني يقول لك تقدر تروح مثلا تعيش مثلا بشمال العراق، ما دام حياتك بخطر بجنوب العراق روح عيش بشمال العراق او بتركيا. تقدر تقول بتركيا مثلا ما اريد اروح لتركيا، تركيا ما بيها شيء، ما ينطوني حقوقي. او مثلا ليش ما رحت الاقليم كردستان، يعني ليش ما رحت شمال العراق. تقدر تقولهم العراق كله هيك، يعني اللي بالجنوب يقدر يوصل لشمال هم يجي وراك اذا حياتك بخطر. فانا حياتي بكل العراق بخطر، لذلك السبب انا جيت الى بلجيكا واريد اقدم على الاقامه لانه حياتي بخطر. فيا شباب نصيحتي، اي شخص يقول لك تعال راح انطيك الكيس بهاي المبلغ، صدقني الكيس هم يعني بيها حظ. واحد ياخذ الاقامه الحظ اللي دور، بس اللي يجي يقول لك راح ابيع لك الكيس، لا تصدق هاي السوالف. هو راح يبيع مو بس شخص واحد،
100 شخص، يعني مو معقولة هاي ال 100 شخص كلهم راح ياخذون الإقامة لأنه اشتروا كيس. طبعا طالب اللجوء، أنا يعني أسوي مثلا مقارنة طالب اللجوء وطالب الامتحان نفس الشيء، شلون احنا نسوي امتحان لو تنجح لو ترسب، وهاي طالب اللجوء هم نفس الشيء، انت راح تدخل الى دائره الهجره او مصلحه الاجانب، راح تحكي بقصتك، حاول تكون نفسك، يعني حاول تكون انت يعني بنفسك، لا تحاول يعني مثلا تجيب اقوال مو حقيقيه، يعني شلون اقول لك، يعني مثلا شيء يكون واقعي، حتى اذا مثلا السالفة مو حقيقية، بس حاول يعني تحكي بشكل واضح جدا، يعني حاول تقنع، يعني حاول مثلا اقنع المحقق حتى هو يتأثر بالقصة وياخذ قرار بمصلحته. اكو هواي ناس، يعني اكو هواي ناس صدقني اكو هواي ناس اخذ الإقامة بقصص مو كلش حقيقية، بس اذا انا اشوف اذا القصة يعني حاليا خاصة بهاي الزمن اذا القصة حقيقية وبإثباتات وأدلة تاخذ الإقامة، بس اذا مثلا يعني قصة مثلا دائما مثلا تقول انا حياتي بخطر وما عندك اثباتات وادله، اي شخص يقدر يقول انا حياتي بخطر، بس غير يكون عندك اثباتات وادله حتى تكون يعني الملف اقوى. طبعا راح يكون مترجم موجود في المقابله، المترجم هو يعني راح يترجم الكلام كله، وبعدين لك حق تطلب هاي التقرير يعني الترجمه وتشوف اذا كل شيء صحيح، لانه انت لك حق تطلب التقرير مال اقوالك حتى تشوف اذا يعني مترجم ترجم الكلام بشكل صح او لا. فانصح اي شخص يشوف هذا الفيديو يطلب التقرير حتى يشوف اذا الاثبات اذا الاقوال اللي هو حكى بالمقابله صح او لا، لانه يمكن يترجم يعني غلط، يعني يمكن يطلع موضوع مو كلش صحيح، وحتى يكون مثلا اكو حالات صارت المترجم ما يترجم مثلا بشكل صحيح. فانصحكم واحذركم دائما تطلبون التقرير. طبعا اكو شيء نسيت اقول لكم اياها، المحقق من يقول لك ليش اختارت بلجيكا، تقدر تقول انا دورت بالانترنت وسويت مقارنه وشفت يعني بلجيكا دوله تنطي الحقوق ودوله تحترم حقوق الناس، فاني لهاي السبب اختاريت بلجيكا وحبيت اجي اعيش ببلجيكا، لانه دوله راح تمنحني فرصه وتحميني ودوله بها امان وراح اعيش بها بامان. فانطيهم سبب معين، سبب مثل ما قلت لكم سبب يعني مقنع، لازم تحاول تقنع المحقق ويتأثر بقصتك. الكيس وقصة تقديم اللجوء هي نفسها، الكيس يعني هي كلمة انجليزية يعني قصة او حالة. فشباب اذا عندك اثباتات وادلة حاول همين تكون بمكان احتياطي، يعني لا تخلي مثلا بمكان واحد فقط، يمكن مثلا ضيعة بالطريق، بالطريق تقدر تجيب مثلا الاوراق المواصليه يعني الاستنساخ، حاول بعدين يعني اهلك يدزوا لك عن طريق البريد، او حاول تخلي باليو اس بي او ميموري، يعني قصدي لازم يكون عندك الاثباتات والادله، اذا عندك حاول تكون مو بس مكان واحد، مكانين او ثلاثه، حتى اذا ضعت بمكان عندك احتياط واجب مكان ثاني. فهالشيء مهم جدا، وإن شاء الله أي شخص يقدم على الإقامة في أي دولة أوروبية يأخذ الإقامة ويستقر في هاي الدولة ويعيش حياته اللي هو يريده، لأنه كل شخص يستاهل حياة كريمة ويعيش بحياة زينة ودولة تحترم حقوقه ودولة تحترمه. وإن شاء الله التوفيق للجميع، ويا شباب أتمنى ما حد يقصر وياي، يعني انشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء حتى إذا معلومة بسيطة يمكن يستفيدوا منها، وهم من دعم القناة نريد نوصل إلى 20,000، وإذا عندكم أفكار إذا عندكم يعني مواضيع اكتبوا لنا بالتعليقات حتى نجاوبكم وحتى نسوي لكم إياها، وإن شاء الله أي فيديو أي شيء تريدوها أنا راح أسوي لكم إياها، وإن شاء الله أنا ما أقصر وياكم، ومع السلامة.